السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا الفيديو ده عاملاه في البلد مع سلايفي، سلفتي الكبيره وسلفتي الصغيره، هما الاثنين اكبر مني يعني. وكمان هقول لكم ليه انا بقول لعمتي لسلفتي يا عمتي، الحاجات دي كلها تعرفها في الفيديو. والاهم بقى هنعرف مع بعض ازاي نعمل الرقاق الطري الفلاحي بدقيق غله بدون لبن، يعني مش هتحط عليه لبن ويطلع معاكي طري جدا. المهم الطريقة، والمهم التبطيط، والمهم الخبيز، وكل ده موجود في الفيديو. بجد يا حبايب والله فيديو ممتع جدا، اتمنى تسمعوه للاخر. ولو الفيديو معجبكوش فضلا منكم اسمعوا منه على الاقل خالص 4 دقايق او 5 دقايق وتشكروا، علشان الفيديو ما يقعش وتعب اختكم روح على الفاضي. لان اللي بيكتب تعليق ويمشي بدون ما يشاهد شوية من الفيديو ويعمل لايك كده بتدي انذار لليوتيوب ان الفيديو ده معجبكيش، واليوتيوب مرضاش ايه يقترحه للغير، وكده التعب بيروح على الفاضي. وانا بتعب كتير والله في الفيديوهات ديت، يعني عندي امل في ربنا ثم في الناس الطيبه اللي بتدخل على قناتي ان ربنا يكرمني من القناه دي. طبعا وبشكر الناس الحلوه كلها اللي بتدخل تشترك عندي وتكتب لي تعليق حلو او تشاهد لي الفيديو للاخر، وبشكر من قلبي واقول لهم جزاكم الله خيرا. اي حد بيتخطاش الاعلان اسيبكم بقى في جو الفيديو الممتع ده، وشوفوا طريقه الرقاق اسمعوه للاخر. فده صورت التحليل. ايه اول حاجه حلين بعد كده انزل بالميه يا معلم، ميه على طول كده. ايوه الواحد هيعمل ايه يعني؟ ما عندك لبن هتحط لبن، ما عندكيش ما انتش حاطه. يعني انت بتحطش لبن؟ لا انت كنت عامله لي كانش بلبن يا عم. كان بلبن، كنت مروبه له الطبصيه اللي من غير قعر ديت لبن لحد حناك. بس انت تعملي برضو حلو من غير لبن. يا اختي اسكتي، ماشي حالك بلبن متاكل من غير لبن متاكل. كل اللبن ب 15 جنيه ونص. طب كنت تحط شويه لبن صغيرين. الحته السمنه دي تجي لها قد ايه؟ ربع نقص شويه بس، ما حطيتوش كله. لا ما كانت ازيد بقى دي، كانت ازيد. شويه زيت برضو. ما تحطلوش خميره يا عمتي؟ هو اسمه رقاق، ليه هتحط له خميره ليه؟ هو البكاكين معروفة ان هي بكاكين بخميره، لا شابو خميره معروف ان هو عيش بخميره، انما دي رقاق. يا بنتي كنت احط اجيب لك شويه اللبن اللي عندك. يا بنتي انا بعمل كده على طول سبحان الله، ده بعجن كده طول السنه وقعدنا سنين ما عندناش بهم. نعم وكان كل عجينك. اسكتي يا حضر، اروح لعمك والله اقول له. واحمد هيحارب فيك وتحارب ببعض، فرج علينا الناس. ادي يا ست العجن خلص على كده. طب انت بتحط الزيت ليه يا عمتي؟ الزيت بيخليه يحمر وخليه طري. الزيت بيخليه يحمر وطري، يعني انت لازم تحط الاثنين. ايه انا بحب احط الاثنين. في ناس بتقولك لازم تحط الزيت ده في اخر العجين خلاص. انت ما انا حطيته في اخر اهو. انت بتحطيه برضه في بعد ما تعجني شويه كده. ايه طب قلب يا محمود الغل، قلبها يلا كلها، ما تسيبش ولا حبايه من غير تقليب. بس الرقاق ما هو خلاص يا عمتي، هي بطري. لا ده الغله دي انت بتبرم مشينا بتدي حته تبطيط. الغله دي بتاخد دي ميه يا عمتي؟ اهي زي ما انت شايفه اهو، خدت ميه الدنيا الزمزميه كانت لحد حناك اهي. بس الدقيق اللي بيقبل الميه ما بيبقى حلو على فكره. ده اهو بيقبل ميه يا بيه وسمنه، ميه وسمنه، اديله سمنه زي ما تقولوا كله ميه. هي الدقيق السنه دي يبقى منه؟ ايه ما هي الغله اللي احنا زارقينها هي هي. مين اللي علمك العجين يا عمتي؟ ها؟ حد علمني؟ مع نفسك كده؟ بدأت عشان انت عندك قد ايه؟ وانا قد رتوجي يا شيخة، انت مصابة 8 سنين؟ والله وانا قد رتوجي كده، والواحد في القهر هو قد رتوجي كده. أمك اللي سابتك تعجني؟ ايوه أمك كانت بتبقى قاعدة الفن تقول لك عجن البكاك، عجن البكاكين على معمل جرس وعلى معمل، كانت وحدانية والأرض كانت ياما وشغل برطة. كانت بتسرح مع أبوكي؟ ايوه، والعيال كانت بتتعلم وكانت بتسرح. طول النهار تروح تودي أكل وتجي تقول البطاطا على ماجي، تروح تودي التشربة وتسيبنا البطاطا والبكاكين. ايه يا حبيبتي؟ يا حودي مش عايزه الواد يقعد معاها على مشامه، خد اما اقول هو بيعاند فلت. لا خد يا حودي، الواد ما بيعرفش اللي من سنه واللي مش من سنه. فين هديه؟ امبارح بقول له يا محمود مش عارف ايه ماما في ما اعرفش. انا قلت يا ابني ما ترد رد حلو، خلي لسانك حلو عشان الناس تحبك، مش عايز حد يحبني. ايه قلت له ما انت لما الناس ما حبتكش ربنا مش هيحب، لازم تخلي الناس لسانك حلو عشان الناس تحب. انا مش عايز حد يحبني بقى، عايز الناس كلها تكرهني. ما تبعجنيش بتاكل الاثنين ليه يا عمتي؟ عمري ما اعرف اعشم زي يا حودي. تعالى اما اديك فلوس ومش انت ودي وانت جيب يا عم مارو. لا ليه ودي وانت جيب ليه؟
يعني انت تودوا انت تجيب كده احسن. لا العيله كلها كده ولا ايه؟ ايوه والله صعب يا لهوي، خافوا منه ماما. العيله كلها كده يا بيه، ما تقوم من النوم ما بتشوفش قدامك. بتترعب بيه. ابتدى انا عايزاك تفتح تخاف من البيت ديت، لا قدر الله لو حصل له حاجه محدش عارف يصبه. لا العيال البلد بتبقى هاديه، هي شويه بس كده وهتنهدى لوحدها. شايفه حبيبي؟ ايه يا محمود؟ ايه يا حبيبتي مالك؟ يا حودي قوم كل سامر يا ادم، ما عادش تتحمل كمان شويه. اجري ما لقيتيش هناك في الدار، روحي اطلعي له على البحر هناك في الدكان على البحر. يلا اجري. قول له بيحارب فيها يا عمو. اقعدي قول له تعالى شوف محمود قاعد أيه. بفتح الغله بتاعتها وبيحارب فيها. اي وما بيسمعش كلام ماما ولا كلام امه ولا كلام حد خالص. كده خلصتي يا عمتي؟ يلا كراسي. بيش اعمل اجرس غربالين ما حواليا خالص. ما بحبش حاجه حواليا كده وانا بعزم ما اعرفش ليه. عايزه الدنيا كلها ملموم. احب الم الحاجات السمنه ودي كلها مفاريح الاول قبل ما اقطع. المخزن دي يا عمتي ناويه تعملها امتى؟ ناويه تخلصي منه انت الكركبه دي؟ خبر اسمه. انا تيال الكركبه دي يعني الشقه اللي مليانه كركبه في جمهوريه مصر العربيه، تاخد تدخل موسوعه جينيس في الكركبه. ده انا بقول فايده ايه، عايزين نشتغلها قبل رمضان. تشتغلوا ايه؟ نكركبوها ونسيقوها قبل رمضان عشان تبقى كاكي. ما شاء الله بوكسة حواء. طيب لا تفضحينا على اهو. انت ناوي تهدي الدار ده امتى يا عم مارو؟ ربكي بعد يا اختر ما تهدي عن ايه؟ بتجرسي على طول يا عم مارو من غير ما تسيبيه يريح؟ لا ما بريحه، ده احنا بنجرسه ونعجنه ونخبزه كله مره واحده ورا بعض ورا بعض. الوقت اطلع من الفرن ولا البت هدومها شايله غله قد ايه ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك سيب العجين يرتاح شويه عشان ما يمطش معاك. ايوه ما هو في الطبخ وكل الناس بتغطيه بهدمه مبلوله وتسيبه مرطبه. بس طري قوي يا عمتي. انت دلوقت تشوفي في الطبطات يهد الحيل ده. مفيش احسن من دي الغله على فكره خالص. ابوك فاض تعرف ان ده كان النهار قدام امك ده يقول لك راح اجيب شكارات في نور رمضان. قلت له والله لو جبتها من عشنا ولا مدد فيه. جدع والله تقيل. فينو ده معفن وزباله. مفيش بطاطي مين وبيجلد البكاكين خالص يعني مخلوهم مجلدين ومش حلوين خالص ولا طعمهم حلو. حصل والله. ده رز ابيض وقرف والله. دقيق الغله ما يعول عليه، لا فطير ولا بكاكين ولا رقاق ولا حاجه خالص. حتى الكيك البت امل بنت مرقس كنت عندها امبارح. ايوه والله جت عامله كيك يا عماره ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله. هم بيعملوا كيك حلو صحيح. انا بتعملها حلوه وهي هنا. عملت عجينه؟ انت بتحكي من ساعتها وانا ما اعرف هي بتعمل ايه. انت بتحكي من قبل وقول انت هتعطلينا انت مش مخلصه. انت بتعملها بالتراب يا عمتي؟ من الموز؟ هتعملها بالتراب يعني؟ كل بيحطوا السمك زي ما بيحطوا السمك بتاعت الفراخ والمواشي. دي كانوا زمان ما بيغسلوش الغنم والمعيز. كانوا بيغسلوا الغنم والمعيز؟ لا لا كانوا بيغسلوا الغنم والحاجات دي كانوا تحسوا طبعا. انا زمان كنت بتحط الصور اللي بتحكينا دي. طب انت بتفرديش دلوقتي؟ لا اشتري نفسي على الزمن ده. جدعاني ولا الحق لسه عملت حاجه؟ طب ما انا كل يوم الفرن بيبقى فاضي. طب انت عملت اللي ما خلتهاش هي اللي تبطل. وقعدت انت قدام الفرن. يا سريعه شويه انت خلصتي حياتي خسعت. خسعت ولا اتلهت على عيني. طب ما خلاص قعدت هي بطلت ليه؟ بطلتيش انت ليه يا عمتي؟ هي اللي قاعده تتبطط انا مش قوم يا اختي تعالى، الحمد لله يضل رجلي وعيني وجعني ما انا شايفه. صوري يا بيه. صورك وانت بتبطط؟ بتخبى عليها اتفرج عليها الناس يا بيه. ده المطرح اللي باينه بس. ودي؟ ودي المشكله بتكون ايديك باينه. ده ما شاء الله جوه ايدي. ده ايدين عسل دي، ايدين شجيانه. ايدين بتاكل من عرق جبين. ايه الله. ده ديك ده عند ربنا احسن من ايديا ومن ايدين اي ست قاعده على المكتب وتقول قهوه اي وبتمر وتنهي. التبطيط بقى ولا بلاش؟ انت بتروحي على طول كده يا عمتي؟ احنا عند عمتي ولا مره كده اشوفها بتسرق. يا ليت يا اخي اللي انت عايزاه. احنا مش عايزين اراضي، احنا عندنا عيالنا اللي انت عايزاه. نفس الشغل في الاول كلها انت حلاق. انت عايش عمتك ولا عمتي ولا عايش عمتي؟ عايش عمتي. تحمريش ليه يا عمتي؟
لا قد بقى اكتر من كده مفيش حمام. بص طبطتي يا عم خضرة، بقول لك ايه، السلفة الصغيرة بتعلم على السلفة الكبيرة. قوم يا معلم انت، ده بطت بس هي اتبططت عشان ومش هيسع. بس ما شاء الله حلو يا عمتي، عشان في حته يعني المدينه هتخلي الغيط ينشف كله. والله رضيته كده يا عمتي. لا ايه، انا هجيب لك انا يا قلبي. هو اللي بيعرف ايه اللي بيعمل حاجه يقوم يعملها، اللي بيعرف ياخد بيعرف يعمل. مين اللي قال لك يا عمي؟ اي حد بيعرف ياكل، لكن صعب ان هو يعمل. كل اي حد ياكل يعرف يعمل. لا كلام مش مظبوط. الرجاله كلها ما بتعرف تاكل تعرف تقمي. ما انا عارفه في ستات كتير ما بتعرفش تعمل. انت بتعملي ايه؟ الاطفال بتعرف تاكل تعرف تقمي؟ والله والله ما تعرفي حاجه. ايه انا زهقانه فيها ذا ليه؟ كفو ليه بدات من المشوار ده اصلا؟ خلاص يا عم الحاج، انا بضيع الصوابي. السنه اللي فاتت الناس كلها كانت راحت ب 100,000 و 100,000 من ال 1000 للياء. طب لحد دلوقتي 200,000 ناس ولسه ما تضيعيش اجرك. انت لو ما حسيتيش بالفرحه واستمتعت كده اقعدي احسن لك. ادي انا بدات من ده اهو. انا خلي راسنا ما بين اليوم يبقى فرحه. ربنا يسدد عنك يا عم الحاج، ده ما عندك خيرك هتسددي عادي خالص. كل الناس بتمشي وتسافر وتتجوز وتبني وتعمل، ويا مديون وربنا بيسدد. مديون عادي، انما الام تيجي تبقى مديون. اتركيها على ربنا، ان شاء الله سنه واحده ما تجيش عليكي صنف الديون. فافرحي كده وما تسهجيش وتضيع اجرك وصوابك كده. انت كده ربنا زعل منك، انت كده مستخسره الفلوس في سبيل الله. خلي بالك يعني. يا مروه ولا لسه هو ما طلعش ولا الغفش غير الاولاني، بس انا اللي بقول لك ان هو تخين. الحرب بس. شفتوا بقى يا حبايبي جمال الرقاق الفلاحي اللي معمول في الفرن البلدي ولا كلمه، وخصوصا لما يكون بدقيق الغله. دقيق الغله ده ممتاز في اي مخبوزات وكمان صحي. فالمهم بقى يا حبايبي اقول لكم، انا بقول لسلايفي ليه يا عمتي؟ لان احنا عندنا في البلد السلفه الصغيره بتقول للسلفه الكبيره يا عمتي، وبتقول برضو للسلفه الكبير يابا كذا او يا عم كذا، زي ما تكون بتكلم عمها كده يعني، احتراما لهم يعني. فسلفتي الكبيره اللي هي الحاجه خضره ديت، عقبالكم كلكم حجه مره وراح تحج كمان مره. بس سبحانك يا رب، ربنا بديش الانسان كل حاجه. اه معاها فلوس وعندها اراضي، بس ربنا ما ارادلهاش بالذريه الصالحه. ربنا يكرم الجميع يا رب بالذريه الصالحه، واي مشتاق ربنا يديله ويرضيه ويرضى عنه، واللي ربنا حرمه ربنا يعوضه بالفردوس الاعلى ان شاء الله. فراح تحج كمان مره ما شاء الله عليها. وسلفتي الصغيره دي ما شاء الله نار كده في الشغل، فتلاقيها دايما ما بيعجبهاش حاجه، مع ان سلفتي الكبيره ما شاء الله برده كانت نشيطة وحلوة خالص، بس السن بقى يا حبايبي. وكده خلصنا بقى.